أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توقيع بلاده ضم انضمام عاجل إلى حلف الشمال الأطلنطي، وذلك بعد دقائق من إعلان روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية رسميا للسيادة الروسية. وأكد زيلينسكي أنه لن يتفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها، وذلك بعدما طالب بوتين أوكرانيا بوقف القتال بشكل فوري. Щойно завершилось засідання Ради національної безпеки і оборони. Ми маємо рішення. Перше.